اليوم موضوعنا له علاقة بشي كلنا بنحب نمارسه بالصيفية، هي الباربيكيو أو الشوي على الفحم. رح نحكي عن هالموضوع أكيد من منظار غذائي مع ناتالي. بونجور ناتالي. صباح الخير. تبا كيفك سينا؟ كلنا بنحب نعمل باربيكيو، إن كان على البلكون إن كان على الجبل. صح. بالجبل على البحر، ولكن كمان في يمكن هيك أغلاط أو أخطاء نعملها فيها. صح. ويمكن قيمات ما بنعرف ومنطنش، بنقول لا معلش مزبوط. ما رح يصير لنا شيء، فياريت هيك بتوضحي لنا شوي موضوع الباربيكيو. اوكي، اكيد هلا موسم بلشت الصيفيه وصرنا نحب نقعد برا. اول شغله لازم نعملها بالباربيكيو هي انه ننظف الباربيكيو، لانه مش لانه يمكن بدنا ننتبه على نظافه هو المنقل، ولكن كمان مهم كثير انه الغبره والرواسب اللي ممكن انه تكون تكاثرت خلال هالسنه الشتويه مهم كثير انه نشيلها، لانه وقت اللي بتحترق توصل على اكلنا وبالتالي ممكن انه تضر لنا. بس في ناس بيقولوا انه ما راح يقطع عليها النار. لا اكزاكتلي. على الحراره كل شيء بيموت. مزبوط. مزبوط هالشيء. هو بدنا ننتبه لشغله، في سلامه الاكل، سلامه الاكل منا بس بكتيريا، سلامه اكلنا هي كمان وجود بعض الكيميكلز او بعض المواد الكيميائيه اللي ممكن انه تاثر على صحتنا بشكل سلبي اذا ما انتبهنا كيف تعاملنا مع الماكولات، وكمان كيف اكيد تعاملنا مع الباربيكيو. سو سلامه الاكل منا بس بالجراثيم، بتجنب الجراثيم. في شيء اسمه كيميكل سيفتي اللي الناس ما بتنتبه له وما بتفكر انه صرنا فتره بنحكي عن سلامه الغذاء وقت اللي بنحكي عن البكتيريا، بس كمان لازم ننتبه انه في غير اشياء لازم ننتبه لها كرمال الاكل اللي نحن بالاخر بناكله يوصلنا سليم. سو اول شغله بدنا ننتبه لها بما انه عم نحكي عن الفود سيفتي وبدنا نتجنب الجراثيم، دونك لازم مثل ما قلت لازم ننظف الباربيكيو. نقطه كمان اساسيه وقت اللي بدنا نشوي لحمه، يعني نحن وقت اللي بدنا نشتري اللحمة يمكن ما بنطبخها دغري، بنحطها بالثلاجة وبعدين بدنا ندوبها كرمال تنقدر نحافظ على نوعية اللحمة وكمان ما تتكاثر فيها البكتيريا. مثل ما دايما بقول مهم انه ندوب اللحمة بالبراد مش على الطاولة بالمطبخ. نعم. لانه حتى اذا شويناها، لانه في ناس ما تنسي في ناس بيحبوا اللحمة يمكن منا ويل دان يعني منا كتير مستوية. نعم. وفي ريسك اكثر انه يتعرضوا لهالبكتيريا اللي نحن بنحاول لما تكون بعدها حمراء من جوا. لما تكون من بعدها حمراء مزبوط. سو نتجنب هالمشكلة هاي خلينا ندوب اللحمه بالبراد. وقت اللي بدنا ندوب اللحمه نقطعها شقف صغيره، لانه اذا حطينا شقف كثير كبيره على المنقل اللحمه بتاخذ وقت اطول تتنطبخ، وكل ما طولنا وقت الطبخ على المنقل بيصير في ريسك وجود بعض الكيميكلز اللي هن هيتروسايكليك امينز، هن ماده مسرطنه. يعني اللحمه كل ما عليت حرارتها وكل ما قعدت وقت اطول على النار هالماده هاي، لانه في بروتينز ولانه في كمان شويه سكر باللحمه. نعم. بالعضل اللحمه. نعم. بتتكاثر هالماده هاي، وبالتالي اذا كثرنا منها وحرقنا اللحمه وخليناها وقت كثير طويل على النار ممكن انه تكون من الاسباب اللي بتعلي الريسك. بس هون عم نحكي طالما بس ودت لا بس فيها ما تسود، فيها ما تسود ممكن انه تضر. يعني تقلك قارنوا عده انواع من اللحوم، حتى اللحمه اللي انطبخت على نار خفيفه وقارنوها باللحمه اللي انشوت على المنقل على الفحم، وكمان اللحمه اللي عم تنطبخ على النار بالمقلي. نعم. الحراره كل ما عليت الحراره حراره اللحمه كل ما كانت هالماده هاي موجوده بكثره اكثر، فاذا مهم كثير انه اللحمه اول شيء نقصها صغير كرمالتها، لانه الشقف الصغير بتستوي اقل. صح. 100%. نقطه ثانيه كمان فينا نعملها نص استوى بالمايكروويف.
قبل ما نحطها على المنقل، هي كمان منقصر مدة تعرض هاللحمة لحرارة عالية. وكمان شغلة كمان بتساعد كتير هي إنه نقدر نحط اللحمة ننقعها قبل بوقت، ونحن التوابل عادة وقت اللي مننقع اللحمة مننقعها ببهارات، مننقعها برومارين، بزعتر. هالمواد هاي بتخفف من وجود هالأنواع من المواد المسرطنة اللي ممكن إنه تتواجد إذا علينا لحرارتها. طب هذا الشيء بيعني إنه كل ما تخلينا اللحمة نية كل ما بعدها سيف أكتر؟ إذا عم نحكي إذا عم نحكي عن هالمادة يعني مزبوط، إذا هالمادة هاي فيها هاللحمة هاي ما فيها جراثيم. نعم. بس ما نأكدين إنه ما فيها جراثيم، وما منعرف كيف عم ندوبها. الهيتروسايكليك أمينز اللي هن منهم بكتيريا، أكيد كل ما علينا الحرارة. هلا أوقات كتير في شغلة كمان، اللحمة فيها تكون نية من جوا بس محروقة من برا. مشان هيك مهم قدي حرارة اللحمة ريجاردلس إذا كانت بأي منطقة يعني بأي منطقة. سو ننتبه، اللحمة أحسن شيء نطبخها هي على نار بلوتو خفيفة. هلا يمكن الشيفس ما بيوافقوني الرأي، لأنه نعم. بعرف أنه عادة تكوك ويلد ميت لازم تكون حرارة عالية. بس نحن عم نحكي كسيفتي. نعم. عم نحكي كيف فينا قدر المستطاع نخفف من تناول هالمادة هاي. رح يكفي حديثنا عن الباربيكيو بعد هالوقفة. موضوعنا هو عن سلامة اللحمة، خاصة لما نطبخ على الباربيكيو. ناتالية صح، لكن كنا عم نحكي عن هالمواد هيدي اللي ممكن انه تتواجد وقت اللي منعلي حرارة اللحمة، منحرقها للحمة او بتتعرض لحرارة عالية. عادة منفكر دايما، طب اوكي هل ترى الخضرة كمان بتعمل هالمواد هاي؟ الخضرة منا مثل اللحمة. يعني خلينا نبلش قبل نحكي عن أنواع اللحمة. هل ترى أنواع اللحمة بتختلف عن كل واحدة عن بعدها؟ مزبوط، بوجود هالمادة هاي. أكثر نوع لحمة ممكن إنه يكون موجود فيها هالمادة هاي أو تتواجد فيها هالمادة هاي هي السفينة الدجاج. السفينة الدجاج بتحتوي وقت اللي بتنحرق على أو بالأحرى بتنشوى على الجريل، بتحتوي على أعلى كمية هالمواد هيدي الهيتروسايكليك أمينز اللي نحنا لازم نتجنبها. بيجي من بعدها اللحمة الحمراء، وبتجي من بعدها بيجي من بعدها السمك. ليش؟ لأنه السمك ما ننسى إذا عم نشوي مع الجلدة. مع الجلدة هيدا بيساعد إنه يحافظ على هالنسبة هاي. هلأ فينا نخفف من وجود هالمادة هاي بمثل ما كنت عم بقول قبل، ننقع اللحمة أو الدجاج أو السمك بمتبلات النبيد، لأنه فيه نسبة مواد مضادة للتأكسد عالية. النبيد الأحمر للحمة بيساعد أنه يخفف هالمادة هاي. الزعتر، كل هالأنواع، الزنجبيل، الرومارين، كليل الجبل، هولي كلهم بيحموها. هلأ قدي وقت نعم. فينا ننقعها؟ مهم أنه ما ننقعها كتير كمان، لأنه هالأنتي أوكسيدنس اللي موجودين بالمارينات مع الوقت بيروحوا. سو خلينا ننقع اللحمة تقريبا ساعتين قبل ما نحطها تنشوية. نعم. ونقطة كتير مهمة هي أنه ننتبه على النار، يعني ما نحط دايركت فليم على اللحمة، نحطها على جنب، ما نخليها تعلى حرارتها كتير. وكمان ننتبه أنه إذا كان في دهون نشيلهم، لأنه الدهون بيعملوا مادة تانية كمان منا منيحة. سو نشيل الدهون عن اللحمة. lean meat is always better. نحاول قدر المستطاع أنه ما نخلي هالدهون اللي موجودة باللحوم تنزل على النار، وبالتالي ترجع بعدين تدخن. يعني هيدا الدخان اللي بيطلع منها هيدا كمان منه منيح. نقطة تانية كنا عم نحكي عن الخضرة. الخضرة ما بتعمل هالمواد هاي. أوكي. يعني وقت اللي نشوي الخضرة هالهيتروسايكليك أمينز ما بيتواجدوا، لأنه ما في بروتين. ما بيأثر قدي بيقعدوا على المنقل؟ لا، ننتبه بس أنه أكيد ما نحرقهم، لأنه كل شيء بيحترق بيصير بيضر. نعم. الخضرة فينا نشوية أكيد ما بيأثر. الفواكه ليش لا كمان. نحاول ندخل إشياء سويت وصحية بالباربيكيو تبعنا. نعم. لأنه هي كمان ما كتير بتتفاعل وبتعمل هالمواد هيدي. هلأ برجع بقول كل شيء بيحترق وبيغير كتير لونه. نعم. بيصير يضر. الباربيكيو نوع للتاني بيأثر على النتيجة بالأكل، يعني إن كان غاز إن كان فحم
فحم، يمكن فحم اصطناعي. صح، كل انواع الطبخ المهم ما تعلى حرارة اللحمة، يعني أنا فيني أوصل لحرارة كتير عالية إذا كانت على الغاز أو إذا كانت على الفحم. سو في كمان البلانشا، الطريقة الإسبانية اللي بتتبع هي أفضل. ليش؟ لأنه ما في دايركت كونتاكت مع اللحمة، يعني النار منه كتير دغري على اللحمة. بس هون كمان إذا علينا الحرارة فينا كمان نوصل لنفس النتيجة. سو أهم شيء ما كتير نعلي حرارة اللحمة. Enjoy the barbecue. Exactly. رح ناخذ بريك مشاهدينا، من بعدها Eyewitness.